بدات فكره تطيب المله ومن هو اول من بداها في الولايه؟ بالنسبه لخبزه المله كفكره جتني كفكره اول ما بداها في خبزه المله نعرفها كما نقول احنا في جهه المقرن. هو اول ما بداها بدوها كما نقول احنا البدو الرحل كما نقول احنا الرباية جهه دوار الماء جهه طب العربي طرب العربي بنقشه وهذه اكله كما نقول احنا دخيله من ليبيا ومن اليمن هذا نطيبوا فيها كما نقولوا احنا قبلنا احنا يسمى هذه قبيله بنو ربيع هذه وين قبيله بنو ربيع تنحدر حتى لليمن قبيله بنو ربيع نقولوا لهم احنا في العرف تاعنا نقولوا لهم الربايع صح هذا وين بداوا خبزه المله خبزه المله هذه كانت منها كما نقولوا احنا خبزه بسيطه متكونه من بصل طماطم وشحمه كان اللي يدير لها شحمه مداوي وتختلف خبزه المله كل جهه وكيفاش يطيبها كل جهه ويطيب كيفاش يطيبها كان اللي يطيبها بالعجينه تاعها بالفرينه وحدها وكان اللي يطيبها بالسميد وحده وكان اللي يطيبها بالسميد وفرينه ايوه تختلف حتى الحشو الداخل يختلف من منطقه لاخرى من منطقه لاخرى خاصه هني في الواد هاي يا سيدي شد عندك ان اكله المله في كثير من الناس ظنين انها تاع ولايه الواد فقط لا لا قالك سيدي من ليبيا من اليمن سابقا شاف اليمن راهم يطيبوا فيها تصور انا يطيبوا فيها نعم وتو دخلت غزت تقريبا غزت بدات حتى في الخليج بدات اكله على كون كيما نقولوا احنا اكله كيما الشامباتي كيما الشامباتي معروفه به الشامباتي والملاوي وهذا معروفه بتونس صح اكله دخيله علينا اكله دخيله علينا احنا حابين نطوروها ممكن كي نطوروها احنا تعود خير حتى من تونس نعم عندنا اضافات اخرى يعني تكون خيرة حتى من تونس صحيح على ذكر مكونات المله وش مكوناتها اكله المله اللي حاب يطيب مله وش لازم يكون عنده مكونات المله